ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله ولي الصالحين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه من تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، قبل أن يبدأ المصنف رحمه الله تعالى بعرض سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفقه الله تعالى إلى أن يذكرنا بتاريخنا المجيد وآبائنا من الأنبياء الكرام الذين شرفنا الله تعالى بالانتساب إليهم، ومعرفة الإنسان لماضيه وتاريخه ووجه تكريم الله عز وجل له لا شك أن هذا حافز له إلى أن يمضي قدما على سنن الأداء، لعله أن يكون غدا مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا به يا رب العالمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ثم بعث الله إبراهيم عليه السلام وليس على وجه الأرض يومئذ مسلم، فجرى عليه من قومه ما جرى، وآمنت به امرأته سارة، ثم آمن له لوط عليه السلام، ومع هذا نصره الله ورفع قدره وجعله إماما للناس. ومنذ ظهر إبراهيم عليه السلام لم يعدم التوحيد في ذريته، كما قال تعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فإذا كان هو الإمام فنذكر شيئا من أحواله لا يستغني مسلم عن معرفتها. هذا شعور غريب وحنين عجيب يجده كل مسلم في قلبه إلى إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا. لا جرم أنها قوة الدين والحنيفية السمحة التي بعث بها الخليل صلى الله عليه وآله وسلم، والتي ننتسب إليها نحن المسلمين. كم انتفعنا بهذه النسبة والله منذ أن كنا في أصلاب آبائنا، وقد كان الخليل يدعو لنا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أنت في غيان التاريخ ولم تكن شيئا مذكورا بعد، ولا أبوك ولا أبوه ولا أبو أبيه، والخليل صلى الله عليه وعلى نبينا يدعو لنا بهذا الشرف العظيم الذي قدر الله عز وجل أن إلناه بمنه وكرمه ومن بركات دعوة إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا. هذا أول ما انتفعنا به من الخليل أبينا، مرور سنن الفطرة أو كثير من سنن الفطرة التي سنها لنا إبراهيم في حزم وعزم، وهو يعني يتابع أوامر الله سبحانه وتعالى. وبهذه الحنيفية التي رفع الله عز وجل بها الحرج عنها: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. ومرورا أيضا بهذه التسمية المباركة: هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. ولا تنتهي بركات إبراهيم الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا إلى يعني أن يأذن الله عز وجل بدخول أهل الجنة الجنة، وقد رآه نبينا صلى الله عليه وسلم وهو في روضة وحوله غلمان المسلمين ممن ولدوا على الفطرة. وهذا كله يعني مصب في ما جمع الله عز وجل من وصف إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة، كان رجلا أمة وحده، يقوم مقام أمة وحده بما بعث به من القيم والمعاني الكبار، وبما وفق إليه من المقامات التي أتمها
المقامات التي قامها في الله عز وجل والكلمات التي أتمها إبراهيم الذي وفى المقامات، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتم الكلمات والابتلاءات إلى يعني أن صار يعني خليل الرحمن، ولم يلحق بذلك إلا ولد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وكل خصائص إبراهيم شيء، وكل مقامات إبراهيم شيء، ويبقى يعني أعظم شيء شرف به إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا هو قول الله عز وجل له: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. المقصود أن من أشرف مقامات إبراهيم صلى الله عليه وسلم هو متابعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمته له. ولهذا نحن نقول في التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ويشكل هذا على البعض، نقول لابد أن يكون المشبه به يعني أعظم من المشبه، ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل يعني الخليلين صلى الله عليه وسلم. والجواب عن ذلك أننا نقول: كما صليت، يعني نصلي على محمد كصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، لأنه يدخل في آل إبراهيم صلى الله عليه وسلم نبينا بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. فشعور المسلم أن له نسبة إلى إبراهيم وأن له يعني انتسابا إلى ملته وحنيفيته، لا شك أن هذا شرف عظيم، خصوصا لمن استشعر هذا المعنى وقام به وعمل به ومضى حياته عليه. قل إن صلاتي، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا مائلا عن الشرك قائما على التوحيد مسلما وما أنا من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يذكر المصنف هو يشعر بالشعور الذي ذكرناه، لا يجد يعني مناصر عن أن يذكر شيئا مما يتعلق بنبي الله إبراهيم، ولهذا يقول: فإذا كان هو الإمام فنذكر شيئا من أحواله، لا يستغني مسلم عن معرفته. ولهذا كثير من الناس يجد نفسه مدفوعا دفعا إلى أن يسمي ولده إبراهيم، وهذا ترى حتى في معاجم اللغة، يقول بعض العرب: سميته إبراهيم، ناويت به إبراهيم، يعني قصدت به يعني أن يكون له هذا الشرف وهذه المعاني في أعلى مقامات التوحيد كما كان إبراهيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ولد له يعني في الإسلام ولده سماه إبراهيم، وهذا معنى جيد. وعلى كل حال الإنسان يسمي على حسب ما وقع في قلبه من المعنى، قد يتفق مثل هذا المعنى وأكثر لمحمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه أشرف الخليلين. يسمي ولده محمدا لا لأنه اسم مطروق ومشهور وسهل ونحو ذلك، وإنما لأن عينه على المعاني التي خص بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وارتفع بها على العالم. قد يسميه ما يسميه، المهم أن يكون يعني يجتهد أن يكون للولد حظ من المعنى الذي يعني يتعلق بسمي هذا الاسم. ولهذا لا ينبغي الإنسان يقول لأحد: سمي لي ولد، أو ما رأيك ماذا أسميه، لأنه سيسميه لك على نيته هو، فأنت سميه على نيتك، عسى أن يبارك الله عز وجل فيه فيكون معاذا كمعاذ، أو يكون يعني عمر كعمر، أو يكون يعني سعدا كسعد، أو يكون موسى كموسى، أو إبراهيم كإبراهيم. وكانوا يسمون بأسماء الأنبياء ويسمون بأسماء الصالحين وأشرفهم الصحابة رضي الله عنهم. فنقول في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم، وقوله قال بل فعله كبيرهم هذا، وواحدة في شأن سارة، فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس،
فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيره. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، فأتاه فقال: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها، فقام إبراهيم إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي، فلك الله ألا أضرك. ففعلت، فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، فلك الله ألا أضرك. ففعلت، فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، فعاد فقبضت يده أشد من القبضتين الأوليين، فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي، ولك الله ألا أضرك. ففعلت فأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها، فقال له: إنك إنما جئتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. فأقبلت، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، فقال لها: مهيم؟ قالت: خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. وللبخاري أن إبراهيم عليه السلام لما سئل عنها قال: هي أختي. ثم رجع إليها فقال: لا تكذبي حديثي، فإني أخبرتهم أنك أختي، والله ما على الأرض مؤمن غيري وغيرك. فأرسل بها إليه، فقام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي، فقالت: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي يد الكافر. فغط حتى ركض برجله الأرض، فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل، ثم قام إليها، فقامت تتوضأ وتصلي وتقول: اللهم إن كنت آمنت بك وبرسولك وأحسنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي هذا الكافر. فغط حتى ركض برجله، فقالت: اللهم إن يمت يقال هي قتلته. فأرسل في الثانية أو الثالثة، فقال: والله ما أرسلتم إلي إلا شيطانا، أرجعوها إلى إبراهيم وأعطوها هاجرا. فرجعت إلى إبراهيم فقالت: أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدة؟ هذه المكارم لا قعفان لبن شيما بماء، فعاد بعد أطوالا أن تنتسب إلى يعني هذه الثلة المباركة، وسترى أن الله سبحانه وتعالى قيض لإبراهيم كل من حوله على شاكلته، والطيور على أشكالها تقع، فهذه زوجه وتلك يعني أم إسماعيل، أم ولده، أمنا المصرية، وهذا ولده، وما يزال يعني الخير في ذريته على هذا النحو. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، يعني نأخذ شيئا منها دون استطراد. قوله: لم يكذب إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا ثلاث كذبات، وكذبات يعني أحسن من أن نقول كذبات، لأن كذبات كلاهما سائغ اللغة على كل حال، وكذبات وكذبات كل هذا صحيح، لكن توجيه الرواية على هذا أولى من الكذبة وهي المرة، وإلا كذبات وكذبات من الكذبة وهي الهيئة. فالهيئة حكاية الوصف، والمرة حكاية العدد، وهذا أولى بالسياق. ثلاثة كذبات كما تقول ركع وركعت، والمقصود بيان أن إبراهيم لم يكن من شأنه الكذب، وأن هذا الذي وقع يعني مما سمي كذبا يعني من باب أنه قال ما ظاهره خلاف الحقيقة، لكن ليس كذبا يعني على التحقيق، ما زالت كلها من المعاريض، وإن في المعاريض لمندوحة عن الكذب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني الكذب المحض حتى في هذه المواطن يجوز، لأنه الدفع أشد الضررين، وهذا يعني ظاهر في السياق القصة، لكن ما كان يقصد الكذب، وإنما هذا نوع من التعريض
الذي يعني يسوق لمثل هذه المواطن مع عدوه، بل إنه حتى لو كذب كذبا صريحا فإنه جائز مع الأعداء كما هو معروف من سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله ثنتين في ذات الله وواحدة مع سارة، ليس معنى هذا أن التي كانت مع سارة ليست في ذات الله، وإنما كل هذا في ذات الله. ولهذا يعني في بعض الروايات جمع يعني الثلاثة على أنها في الله عز وجل، في رواية أخرى في الصحيح كلها في ذات الله. أما الثنتان فحين قال إني سقيم لما خرج قومه إلى يعني عيد من أعيادهم يذهبون لتعظيم آلهتهم وكانوا يعبدون الأصنام، أبى أن يخرج معهم وقال إني سقيم. قيل في توجيه هذا إني سقيم يعني عن نية أخرج بها معكم، يعني يعجزني أن أخرج معكم بنية عبادة الأصنام، أو قيل إني سقيم يعني سيعرض لي السقم والمرض ونحو ذلك. وقوله بل فعله كبير هذا، هذا من نحو مناظرته لهم لما قام يعني مناظرا لهم في شأن عبادة الكواكب، لما قال هذا ربي للكوكب وهذا ربي للقمر وهذا ربي هذا أكبر للشمس. ما قام يعني ناظرا، ما قام شاكا، وإنما قام مناظرا لهم ليثبت لهم وليدلل لهم على بطلان ما هم عليه وعلى يعني صحة التوحيد. فكذلك هنا بل فعله كبيرهم هذا فاسألهم إن كانوا ينطقون، يعني أتظنون يعني لو قلت لكم إن كبيرهم هو الذي قتلهم كبير الأصنام، يعني هل تصدقون هذا؟ إن كانوا ينطقون كيف تصدقون وهم لا ينطقون؟ ثم استطرد النبي صلى الله عليه وسلم هنا في شأن قصة سارة رضي الله عنها، وكما قلنا واحدة في شأن سارة. الجدال عن العرض والدفاع عن العرض لا شك أن هذا أيضا في ذات الله سبحانه وتعالى، ولهذا في رواية أخرى كلها في ذات الله. وقدم أرض جبار هذا في أرض مصر، لما مر إبراهيم عليه السلام بأرض مصر ومعه امرأته سارة، ويعني كانت أحسن الناس يعني أجمل الناس، فقال بعض يعني أولياء هذا الجبار إنها هنا امرأة يعني لا تصلح إلا لك، كعادة الملوك يعني يستأثرون على الناس بكل شيء. فقال لها إن يعني سألك فأخبريه أنك أختي. وجه ذلك لماذا لم يعني ما الفرق بين أنها أخته أو أنها زوجته؟ هو آخذها، لكن هذا من تخفيف الشر، لأنه لو علم هذا الجبار أنه زوجها فإنه سيغار ويقتلها ويقتله، لكنه لو علم أنه أخوها فإن الغيرة من جهته أخف، وإلا فإبراهيم سيغار سيغار سواء كانت زوجه أو كانت يعني أخته، وغيرته وهي زوجه لا تقل عن غيرته وهي أخته، لكن من جهة الجبار إذا علم الجبار أن يعني هذه المرأة التي سيأخذها لنفسه أو هكذا يريد أن الذي معها أخوها سوف لا يغار منه، لكن إذا عرف أنه زوجها سوف يغار أكثر، ومن ثم قد يقتله. والشريعة جاءت يعني ارتكاب أخف المفسدتين ودفع يعني أكبرهما، فقال أخبريه أنك أختي، ونوى بهذا أنها ليست أخته، لكن هذه أخوة الدين، ومعلوم أن أخوة الدين من أشرف الأخوات، ولهذا قال فإني لا أعلم على أهلي على الأرض مسلما غيري وغيره. وهذا تقدم أنه في قبل إبراهيم كانت الأرض تخلو تماما من الإسلام إلى أن يأتي يعني نبي، وبعد إبراهيم لم تخلو الأرض، ولهذا قال وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم يرجع. المهم أن يعني من فوائد هذا الحديث أيضا أن الملك الجبار لما قيل له قدم أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك أرسل إليها فأتي بها. لك أن تتصور يعني رجلا في دار غربة وهو إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم ومعه امرأته، وأرسل الملك الفاجر إلى هذه المرأة ومعلوم أنه يريدها يعني لنفسه، ما يعني ماذا يفعل إبراهيم الوحيد الغريب الذي لا حول له ولا قوة، وماذا تفعل هذه المسكينة المرأة الضعيفة؟ أما ماذا يفعلون فكان لهم شأن آخر، هذا الذي ينبغي أن يعني نتعلمه. قام إبراهيم إلى الصلاة وترك المرأة، ليس له حيلة إلا أن يلجأ إلى ربه، وهذا شأنه.
في الرواية الأخرى أنها أيضا قامت فتوضأت وصلت، فهذا أهل بيت يعرفون كيف يعني ينزلون حاجاتهم لله، كيف يعني يديرون الأزمات. الآن في البلاد عندهم في بلاد الأرض الآن مع الحضارة المزعومة عندهم يعني دورات يؤدونها للناس تسمى دورة إدارة أزمات، يعطونها للأطباء في المستشفيات ويعطونها للمدراء في المراكز المختلفة ويعطونها لأصحاب الوجاهات، لكن كل كلام في كلام إدارة أزمات، وما في أحد يعرف أن يدير أزمة نفسي. لكن قام إبراهيم فأدار يعني أزمة الدنيا كما قام يوسف وأدار أزمة الدنيا. قاسم المشترك في هذا هو أن يعرف الإنسان في الأزمة ماذا يفعل. في الأزمة تنزلها بالله لأنها أكبر منه، وأن الشيء الذي هو أكبر منه أنزله بمن هو أكبر منه. حينئذ حلت الأزمة، قام إبراهيم يصلي وقامت المرأة تتوضأ وتصلي فانتهت المشكلة وشلت يد الرجل وامتنع الرجل وعجز يعني لم يتمالك أن يعني بسط يده إليها، كلما بسط يده قبضت يده قبضة شديدة. الرجل يتصور أن القضية فيها إشكال، ادعي لي وأنا يعني لا أضرك، تدعو له وهذا كأنها تقيم عليه البينة، تدعو الله سبحانه وتعالى يفك الله عز وجل يده، فبدل أن يتوب ويفهم لكنهم لا يفهمون راجع مرة أخرى فقبضت مرة أخرى ومرة ثالثة، بدل أن ينتبه، وهذا لأنه غير موفق لأنه جبار، بدل أن ينتبه إلى أن وراء هذه المرأة سرا، هذا السر هو الدين وهو التوحيد وهو يعني الارتباط بالله عز وجل وهو معاني لا يعرفها، فليذهب يعرفها، لكنه ذهب إلى الجحيم. وكل الذي استفاده أن ظن أنها شيطان، قال لقد أرسلتم إلي يعني شيطان، أخرجها من أرضي، هذا الذي هو فالح فيه، أنا متحكم في الماء، أخرجها من أرضي. لكن انظر إلى قوله وأعطها هاجر، أنت لو تصورت تقول هي آزته وغلبته وقهرته، فلماذا لا يخرجها من أرضه ويأمر بضربها مثلا، هي رزق يتشفى بأي شيء، أو يخرجها والسلام دون شيء، لكن ما الذي جعل يقول أخرجها من أرضي وأعطها هاجر؟ أهدى إليها هدية، هدية عظيمة، هذا يدلك على أن هناك معنى قهر، هذا الاحترام القهري المتكرر دائما من يعني أصحاب الباطل إلى أصحاب الحق، هو لا يسعى إلا أن يحترمه، لا يستطيع، هو في قرارة نفسه يبغضه لكن في التعامل لا يستطيع إلا أن يحترمه، وإلا لماذا قال أخرجها وأعطيها هاجر؟ ما هو هدية يسيرة يعني أعطاها يعني امرأة من كبراء الجواري التي كنا عنده، وهذا يدلك على أنك بإيمانك تقهر يعني الملوك والجبابرة، وبحسن مواقفك مع بغضهم المعلن فإنه يجد نفسه مقهورا على أن يحترمك، مقهورا لماذا؟ لأنه يحترم فيك معنى لا يقاوم، لا يقاوم، لا يقاوم يعني في فطرته، لا يستطيع أن يقاوم هذا المعنى، والله سبحانه وتعالى من وراء ذلك، ولهذا من كان الله له فمن عليه، لا تتصور أبدا أن أحدا يكون عليه. إذا أحرزت ربك فما فاتك شيئا، وإذا فاتك ربك فما أحرزت شيئا، وهذا معنى خطبة عمر بن عبد العزيز، تقوى الله فإن تقوى الله تعالى خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله تعالى خلف. ماذا كان مع إبراهيم وماذا كان مع سارة إلا تقوى الله سبحانه وتعالى، صارت عليه خلفا من كل شيء. وماذا كان مع هذا الملك الجبار الذي حوله جنوده وأسبابه وأدواته لكن ليس معه تقوى الله، صار كأن ليس معه شيء، انصرف بعد هذا. وهذا يعني من عجائب الفوائد، لما رآها إبراهيم انصرف يعني خرج من صلاته، يعني تجوز في صلاته، وبعد أن انتهى من صلاته قد كان يقوم بدور لا تظن أنه كان غائبا عن القصة، قال لها مهيم يعني ما الخبر ما الذي حصل، قالت خيرا كف الله يد الفاجر وأخدم خادما. هذا عجب من العجب، هل قالت له لما قال لها ما الخبر قالت له صرعته، فعلت هكذا ما تركته إلا على الأرض، لم يستطع كلما رفع يده، لو كانت ستفعل هذا ما حصل لها هذا، لكن انظر أول ما قالت نسبت الفضل إلى أهل، كف الله يد
من الذي فعل؟ الله. كف الله يد الفاجر وأخدم خادما، يعني وقهره أيضا عن أو أخدم الله يعني كلاهما. ولهذا البراء من أسباب التوكل الحقيقي العملي واليقين الحقيقي العملي، هذا هو الذي يعني ينبل به الإنسان. وإلا كان يمكن أن تقول بعد ما القضية انتهت وأحرزت نفسها وأحرزت جائزة، كان يمكن أن تقول والله يعني غلبت، ما استطاع، ما مسني، وكنت وصدت وفعلت وعندي وكل الأشياء التي ربما تفعلها أنت أو أنت لو ضعت في موطن كهذا، إنك تقف مثلا مع عسكري مرور عسكري شرطة ولا كان يعني ويحصل موقف يعني هو عادي، بس أنت بتصوره على إنه مش عادي، قلت أنا جاي كلمني ورحت شاخص فيه سلام، وما جاي يقتلك ولا حاجه، لو بس مكلمك رحت انت وانت ماشي بقى على نافق بقى، انت ما كنتش، انت كنت ميت، لكن لما خرجت من عنده بدات تفتح صدرك وتتكلم. قارن بين موقفك وبين موقف صار لما قالت خيرا، كف الله يد الفاجر، كف الله يد الفاجر، يعني ما قالت انا ما فعلت شيئا. قال ابو هريره فتلك امكم يا بني ماء السماء، يقصد ابو هريره العرب هذه أمكم، يعني لأن العرب كانوا يتتبعون مواطن الفلوات التي بها يكون القطر و في الرواية الأخرى كذلك، يعني فائدة يعني عجيبة أنه يعني غطى حتى ركض برجله، غطى بضم الغين يعني غطيت صوت النائم من شدة النفخ، حتى ركض برجله صار كالمصروع، يعني في الرواية أنها لما قام يتعرض لها غط وصار يفعل كالمصروع، وقع على الأرض يعني اختلق كالمصروع، كل هذا ببركة استعمال الدعاء، لما دعت قامت فتوضأت ودعت، وقام إبراهيم في مكان فتوضأ ودعت. والله هذا الكلام يعني لو أننا نقوم به عمليا لم تبقى عندنا مشكلة، لا في سياسة ولا في اقتصاد ولا في اجتماع ولا في أرزاق ولا في خصوص ولا في عموم، لكن يعني مع الأسف إذا وقعت المشكلات فإننا نلجأ إلى الأسباب. ومن الناس من إذا عجز عن الأسباب يذهب فينام أو يسكت أو يولع تجارة أو يعني يغيب أو يتيه، المهم أنه يغفل بدل أن ينزل الله تعالى يعني حاجته. ولهذا قالت في الرواية الأخرى أشعرت إن الله كبت الكافر وأخدم وليده، ويصح أشعرت أيضا، فشعر به باب نصر ونصر وكرم، تقول أشعرت وتقول أشعرت. نعم. وكان إبراهيم عليه السلام في أرض العراق، وبعدما جرى عليه من قومه ما جرى هاجر إلى الشام واستوطنها إلى أن مات فيها، وأعطته سارة الجارية التي أعطاها الجبار فوقعها فولدت له إسماعيل عليه السلام، فغارت سارة فأمره الله بإبعادها عنها، فذهب بها وبابنها فأسكنها في مكة، ثم بعد ذلك وهب الله له ولسارة إسحاق عليه السلام كما ذكر الله بشارة الملائكة عليهم السلام له ولها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، خرج بإسماعيل وأم إسماعيل ومعه شنة فيها ماء، فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها حتى قدم مكة، فوضعها تحت دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف إبراهيم عليه السلام منطلقا فتبعته أم إسماعيل، فلما بلغوا كداء نادته من ورائه يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء، فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها،
فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا، وفي لفظ: إلى من تكلنا؟ قالت: إذا لا يضيعنا، وفي لفظ: إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم عليه السلام حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهؤلاء الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضعه وتشرب من الشنة فيدر لبنها على صبيها، حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها، وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل إليها، فقامت واستقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، تعني الصبية، فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه ينشغل الموت، فلم تقر نفسها، فقالت: لو ذهبت لعلي أحس أحدا، فذهبت فصعدت الصفا فنظرت فلم تحس أحدا حتى أتم 7. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل، فإذا هي بصوت، فقالت: أغث إن كان عندك خير، فإذا بجبريل عليه السلام، قال فقال بعقبه على الأرض فانبثق الماء، فذهبت أم إسماعيل فجعلت تحفره، فقال أبو القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. وفي حديثه: فجعلت تغرف الماء في سقائها، قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، إن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض الرابية تأتيه السيول فتأكل. من الأرض كالرابية؟ نعم. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من درهم مقبلين من طريق كداء، فرأوا طائرا عائفا فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين، فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم، فأقبلوا وقالوا لأم إسماعيل: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت: نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا: نعم. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم، فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم، حين شب فلما أدرك زوجوه، زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل. وجاء إبراهيم عليه السلام بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه فقالت: خرج يبتغي لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بشرد، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك اقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا، فسألنا عنك فأخبرته،
وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة. قالت: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول: غير عتبة بابك. قال: ذاك أبي، وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم امرأة أخرى. فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فجاء فقال لامرأته: أين إسماعيل؟ قالت: ذهبت يصيد. قالت: ألا تنزل فتطعم وتشرب؟ قال: وما طعامكم وما شرابكم؟ قالت: طعامنا اللحم وشرابنا الماء. قال: اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم. قال: فقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: بركة دعوة إبراهيم، فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يكن لهم يومئذ حب، ولو كان لهم حب دعا لهم فيه. وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت: نحن بخير وسعة، وأثنت على الله. قال: إذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابك. فلما جاء إسماعيل قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعم، شيخ حسن الهيئة. وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير. قال: هل أوصاك بشيء؟ قالت: نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، فقال لأهله: إني مطلع تركتي. فجاء فوافق إسماعيل يبري نبلا له تحت لوحة قريبا من زمزم. فلما رآه قام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد. ثم قال: يا إسماعيل، إن الله أمرني بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك. قال: وتعينني؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرني أن أبني هنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها. قال: فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضع له، فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة، وهما يقولان: ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. هذا آخر حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وكان عليه السلام في أرض العراق، وبعدما جرى عليه من قومه هاجر هاجر إلى الشام. كان إبراهيم يعيش في العراق، وكان بينه وبين قومه ما هو معروف في سورة الأنعام، كانوا يعبدون الكواكب. وأنكر عليهم، قال لأبيه وقومه: ما تعبدون؟ إلى صارت القصة المعروفة، وقالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم، وأرادوا به كيدا، نجاه الله سبحانه وتعالى من النار، وقال: إني مهاجر إلى ربي سيهدي. خرج من بين قوم كافرين لا يرجون لله وقارا وهاجر. والإنسان يعني إذا لم يتفق له يعني عبادة الله سبحانه وتعالى في مكان، فإنه مأمور أن يهاجر من هذا المكان لإقامة دينه في مكان آخر. وهذا فعله الصحابة رضي الله عنهم، وفعله الرجل قاتل المئة لما قال له العالم: ولكنك بأرض سوء، فاذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما صالحين فاعبد الله معهم. هذه سنة قديمة، إذا لم يصح للإنسان دينه فإن الدين هو المقدر في كل شيء، فإنه يعني ينتقل يتتبع حالة قلبه. ينبغي للإنسان يعني ينظر في المكان الذي يكون يجد فيه قلبه ويعينه على طاعة ربه سبحانه وتعالى. هاجر إلى الشام واستوطنها إلى أن مات فيها. وهنالك كانت يعني سارة زوجه لما في القصة الماضية أخدمها الفاجر هاجر، أهدت سارة هاجر إلى إبراهيم على أنها سرية، فيعني وطئها إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا، فولدت له إسماعيل. ولما ولدت له إسماعيل وكانت سارة لا يولد لها، غارت. والغيرة أمر فطري مركوز في نفوس يعني البشر،
فلما غارت وسارت يعني زوج الخليل ولها منزلة عند الله سبحانه وتعالى، أمره الله عز وجل بإبعادها عنها، يعني أمر الله إبراهيم أن يبعد أم الولد اللي هي هاجر عن زوجه التي هي سارة، وهذا لأمر ما أراد الله ولحكم عالية ظهرت فيما بعد. ذهب بها وبابنها فأسكنهما في مكة، وذكر المصنف الحديث لما كان بين إبراهيم وبين أهله ما كان، يعني من غيرة سارة، وذلك بعد أن ولد هاجر إسماعيل، خرج لإسماعيل وأم إسماعيل ومعها شنة فيها ماء، يعني ما كان معها كثير طعام وشراب، جراب فيه تمر وشنة فيها ماء، ووضعهما في مكة حيث لا أنيس ولا ونيس، قال فوضعها تحت دوحة فوق زمزم، يعني تحت شجرة، ما كانت زمزم في ذلك الوقت، لكن يقول في المكان الذي فيه زمزم الآن الذي تعرفونه في أعلى المسجد، يعني المسجد الآن الذي تعرفونه، كان يعني خواء وصحراء، وضعهما في هذا المكان ومشى ولم ينظر إليهما حتى يكون حازما في أن يعني يمضي لما أمر الله عز وجل. اتفق أن أم إسماعيل أيضا كانت على نفس الشاكلة وعلى نفس الوتيرة، لم تولول ولم يعني تصح ولم تقل بك وبك، أنت رجل في واحد يجعل يضع يعني ولده الوحيد الصغير في أرض لا قفر فيها ولا ما ابتدت، سرعان ما فطنت لما رأته يفعل هذا وهو يعني نبي الله سبحانه وتعالى، وعرفت أنه لا يتحرك إلا بالوحي، نادته أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس به أنيس ولا شيء، جعل لا يلتفت إليه، فطنت، الله أمرك بهذا؟ قال نعم، في بعض رأى أنه أشار أن نعم، يعني ما تكلم، وحينئذ يعني قالت لا يضيعنا الله سبحانه وتعالى إذا كان هذا هو يعني الشأن. في رواية قالت رضيت يعني بما أمر الله، ومن رضي فله الرضا، هذا مفتاح، يعني هي أثرت ما عند الله سبحانه وتعالى ولم تنظر في يعني الحال. أحيانا كثيرا الإنسان إذا نظر في الحال يعني أشياء إذا حسدتها لا تحسد كما يقولون، لا تكن يعني كل شيء بحسابات الأرض وإلا حسابات السماء، إذا قالت هذا نبي الله وكريم ووجيه على الله ولا بد أنه يتصرف بوحي الله، ولهذا لم تحسب الحساب الذي ربما حسبته أنا أو أنت إذا كنا في يعني موطنها. وقدر الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم وقف ودعا بهذه الدعوات التي أصابنا من بركتها يوم دعاها، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه، جملة ما انتفعنا بها أن فؤادك الآن يهوي إلى الحرم ببركة دعوة إبراهيم. الواحد أن يقف ويقول أنا ما أتأثر، ما أريد أن أذهب إلى ما، لا أحس بشيء إذا رأيت صورة البيت أو سمعت يعني تلبية الحجيج ولو في الإذاعة ونحو ذلك، أبدا، إلا تجد نفسك مأخوذا بهذا المعنى، ولو قيل لك يعني لو أن عندك براقا الآن ماذا تفعل؟ تقول صلي العشاء في الحرم، وهل يتردد في هذا أحد؟ لو أن هذه يعني فرصة، هذه دعوة الله صلى الله عليه وعلى نبينا، وجعلت أم إسماعيل ترضعه، ومن البديهي أن الماء يعني في شنة قربة صغيرة سينفد، وأن حتى إذا نفد الماء، أنا عندي نفذ وهذا خطأ، أنا ما انتبهت ما قلت، نفد في الرواية الصحيحة، هي كذا عن الدعوة الصحيحة، نعم. ويعني كذلك لم يعد تمر، عطشت المرأة وعطش ابنها، وجاء البلاء وجاء الاختبار وجاء الامتحان، أم ترى ولدها يعني يتلوى يتلبط، كيف تنظر إليه؟ كرهت أن تنظر إليه، فأخذت بالأسباب، وهذا يدلك على أن هذا الدين كله يعني كله بركة، ليس فيه معنى ذهبت لتنام بما أنها موصولة بالله تذهب فتنام، أبدا. بعض الناس يفهم هذا خطأ، كلا طرف قصد الأمور زميم، إن أعظم الناس أخذا بالأسباب، لكن يعني الصالحون والموفقون لكن يأخذون بالأسباب على أنها أسباب لا تتعدى مساحة الجوارح، في حين أن يبقى القلب متعلقا
بالله عز وجل. نحن نسعى اليوم كما سعت أم إسماعيل، طرقت أقرب شيء إليها الصفا، صعدت الصفا لعلها أن ترى يعني معينا أو مغيثا أو روحا أو حياة أو يعني سببا مشروعا، لم تجد شيئا، نزلت وجرت بين الجبلين وصعدت إلى المروة 7 مرات حتى يعني سمعت صوتا فقالت صح أو صهم، كأنها تسمع نفسها تقول اسكتي اسمعي ما هذا الصوت؟ هو صوت جبريل عليه السلام الذي يعني ضرب بجناحه الأرض وخرجت يعني زمزم أحوج ما تكون إلى ذلك. فقد كان الولد ينشب الموت، كان يعني يكون جود بنفسه. لما أتمت 7 بين الصفا والمروة وكان الولد ينشب الموت، قالت أنظر أذهب يعني ما حال الولد وما شأنه. وهناك عند الولد أرسل الله تعالى جبريل فقال بعقبه على الأرض، يعني ضرب الأرض بعقبه فانبثقت الماء، جاء هنا فرج ويعني ثمرة التوكل واليقين بالله عز وجل، يقين الوالد الغائب إبراهيم ويقين أم الولد الموصولة بالله سبحانه وتعالى هاجر. ولما رأت يعني هذا الخير بحكم يعني حرص الإنسان على الخير جعلت تحوضه يعني الماء وتفحص الأرض بيديها كي يكون الماء، أو كما هنا تحفر أو تحفن، المهم أنها جعلت يعني خافت على الماء فجعلت توجد له بنفسها يعني مكانا كحوض أو نحو ذلك. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم يعني دون أن تغرف منها الماء ودون أن تقيم حوضا لكانت عينا معينا، يعني كان نهرا يراه الناس فوق يعني يمشي ويجري ولبقي على هذا، لكنها من حفظها جعلت يعني تحوضه وتحفر حوله وتحفن منه لكي يعني يبقى خشية يعني خشية عليه كي يجتمع للولد. شربت بالتالي يعني جرى الدم في عروقها وتجمع لبنها وأرضعت يعني غلامها، وقال لها الملك لا تخافي الضيعة، لا تخافي الضيعة، كلمها إنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، وهذه بشارة يعني فقط المتوكل على الله، ليس فقط يعني تحل الأزمة وإنما تأتيه من البشارات، يعني وهذه عادة الله سبحانه وتعالى يبتلي ويطيق حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصر، وحين يأتي النصر يأتي وراءه بشارات أخرى يعني كثيرة، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها، كل هذا يأتي بعد يعني بعد أن تصبر في البلاء. فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يعني تبشر بالولد وابن الولد أيضا. انظر إذا وقفت الموقف يعني المطلوب وقمت المقام المرغوب حينئذ تأتيك بركات، يعني لولا أن الله يثبتك لم تتحمل مثلها. الآن حلت المشكلة ويعني صار عند الولد يعني هذا الماء العظيم، وجاءت البشارة إنها هنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه، إذن هذا غلام له شأن ليس يعني كأي غلام، إن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا يعني مكان البيت، قوله فكانت كذلك، معنى كانت كذلك يعني بقيت كذلك تعيش على زمزم، وهذا يدلك على أن زمزم هذه يعني مباركة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كانت كذلك يعني تكفيها زمزم من الطعام ومن الشراب. ولهذا يعني سيأتيك بعد قليل موقف امرأة إسماعيل الأولى، انظر كيف كان موقفها مع موقف يعني أم إسماعيل. المهم في سياق الحديث أن رفقة من جرهم يعني قبيلة معروفة رأوا طائرا عائفا، يعني طائرا يحوم على الماء ويتردد ويعني لا يمضي عنه، والعرب كانت تستدل على أن هذا موضع حياة إذا كان في موضع ماء، وتستدل على أن موضع ماء باجتماع الطير حول الماء. فقالوا يعني هؤلاء الذين من جرهم قالوا عهدونا بهذا المكان ولا ماء فيه، لكن لابد أن يكون هنا ماء. فذهبوا إلى أم إسماعيل واستأذنوه، وكانت تحب الأنس أو تحب الإنس أيضا يعني لأنهم من جنسها. انظر إلى مكارم الأخلاق التي كانت عند العرب منذ القديم، قالوا
أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ كانوا يقاروها، هم جماعة رفقة، وهي امرأة وضعها ولا الوضع. ماذا لو قالوا لها؟ أنت لا شأن لك ولا قيمة لك ولا حق لك، وغصبوها. لكن ما هذه أخلاق العرب؟ من مكارم أخلاق العرب التي توارثوها أنه يعني لابد من أنه يأبى العربي أن يظلم أو أن يقوم بغصب إذا بقيت له فطرته، ولهذا استأذنوا. لاحظ لما تقارن هذا بالحضارة المزعومة التي عندنا الآن، الآن صراعات الدنيا كلها عليه على الماء، يعني الدولة القوية مستعدة أن تقهر الدولة الضعيفة على منابع الماء، بالسرقة، بالقانون، بالفيتو، بمجلس الأمن، المهم يعني ما أنت مغصوب والمغصوب، وبالقانون أيضا. لكن انظر المرأة وحدها، وما عاد أتأذنين، والمرأة لها كامل الحق، قالت نعم ولا حق لكم في الماء، ومع هذا قبلوا هذا ونزلت جرهم، والماء ماء يعني أم إسماعيل وولدها، ويعني شب فيه الغلام وتعلم منهم العربية، وإسماعيل أبو العربية. الذي يجمع هذا أن إسماعيل كان قبله من يتكلم بالعربية، وخصوص إسماعيل أن ابو إسماعيل أول من يعني قال العربية الفصحى التي في يعني أوج يعني قوتها وفصاحتها، وبهذا نجمع بين المعنيين. المهم شاب الغلام وأنفسهم يعني أعجبهم فزوجوه، ولاحظ قوله بعد هذا: فلما أدرك زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل. لك أن تقف عنده، ماتت، كل إنسان سيموت، هي ماتت، لكن ماتت بعد أن قدمت هذه المعاني، وأنت إن شاء الله ستموت وأنا سأموت والكل يموت، لكن فرق بين ميت وميت. في واحد يعني يفعل المكارم ثم يقال مات، لكنه ما مات في الحقيقة، وبين واحد يقول ليته يموت مع أنه ما زال يعني على الحياة، فهي ميتة ميتة وأنت ميت ميت. لكن قبل أن تموت، لو أن لك موقفا كهذا أو موقفين، أو يعني هذا الذي يشرف به الإنسان. جاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل، صار غلاما وشاب وتزوج، يطالع تركته. هذا يدلك على بعد العهد. إبراهيم كان مشغولا بيعني أعباء النبوة والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وكان في قلبه من اليقين بربه سبحانه وتعالى ما جعل يطلق تركته. انظروا في الشام وهؤلاء في الحجاز، ويبقى في المدد الطويلة فقط يطالع تركته بين حين وحين. فجاء فخرجت المرأة وسألها عن زوجها، هي لا تعرفه، قالت خرج يبتغي لنا، يعني كان يعني يصيد أو نحو ذلك لطعامه. سألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن نشاف، أعوذ بالله من مثل هذه الزوجات، نحن في ضيق وشدة. وما علاقة هذا الرجل الغريب؟ هي لا تعرف، ومع أي واحد يمر تقول له نحن بشر ونحن بضيق وشدة. في رواية ذكرها في الفتح، رواية عجيبة، تقول أما الطعام فلا طعام، وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ، يعني حتى زمزم ما سلمت منه، قال المية غليظة، تقول له الطعام فلا طعام، وأما الماء فعلى ما ترى من الغلظ. انظر الماء الذي كان يكفي أن يعيش عليه إسماعيل وأمه. لما جاءت المرأة التي ليست على الجادة، حتى الماء لم يعجبها، وهذا من انطلاق هذا الماء، يعني أشهر ماء في الدنيا، والناس يعني يأنسون بسماع اسمه ماء زمزم، ويرونه ماء مباركا، هو كذلك. لكن هذه المرأة التي كانت تعيش عنده تقول الماء على ما ترى من الغلظ، تشتكي من زمزم. فلك أن تعرف يعني كيف خسرت هذه المرأة، وعنوان خسرانها التسخط والعياذ بالله. وكم من النساء هكذا، المرأة التي تسخط وتقول نحن في ضيق ونحن في كرب، لا تزداد بهذا إلا ضيقا. وإلا المرأة الثانية، هل تغيرت الحال ولا الحال واحدة؟ الحال واحد، لكن تقول نحن في نعمة، نحن يعني بخير، نحن يعني هكذا، الحال واحد. لكن فقط الإنسان إذا سئل وقال نحن في نعمة، نحن في خير، الحمد لله على نعمه، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. أنت تشتكي الله للعباد، تشتكي الرب سبحانه وتعالى الرزاق ذا القوة المتين، إلى من لو كان معه شيء والله لا يعطيك. أي واحد فينا معه شيء قبل أن يطلع يحسبك، يقول أنا أطلع يا الله
هو صحيح فقير بس انا محتاج، ما انا ايضا عندي بدور على فكه، هو لقيتش فكه تقول معلش ما استطيع، واذا اعطيته تراجع نفسك انت تسرعت. طب ليه؟ طيب يكون اغلى منك لانك فقير، ابن فقير، لكن الرب سبحانه وتعالى يعني شيء لا. فالموفق الذي يعني لا يشكره الى يعني المرغوب، كان من جزاء هذه المراه ان خسرت. ماذا خسرت؟ ليست المشكله ان خسرت يعني اعظم خسران لهذه المراه انها ماتت وليست امراه نبي. انظر ماذا لو كانت امراه نبي، لما يعني خشيت سوده ان يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم اقامت صفقه معه، قالت تنازلت عن يومي لعائشه حتى تموت وهي زوجة النبي. هذا هو الفقر. هذه المرأة فرطت في هذا المعنى وماتت ولا تبعث مع إسماعيل عليه السلام، ضع منها صفقة كبيرة، بخلاف يعني المرأة الثانية التي يعني حمدت الله سبحانه وتعالى ويعني كان من شأنها الرضا بما رزق الله سبحانه وتعالى. من فوائد الحديث وهي عجيبة أن إسماعيل لما رجع إلى بيته في المرة الأولى وفي المرة الثانية كأنه آنس شيئا، فقال هل جاءكم من أحد؟ ما هذا الشيء الذي آنسه إسماعيل؟ لا نعرفه، لكن الرجل يعرف بيته ويعرف يعني أدنى أثر للتغير، مهما كان لطيفا دقيقا نحن لا نعرفه، ولم يقل أحد من شراح الحديث ما هذا الشيء. لكن إسماعيل لما رجع إلى بيته في المرة في الأولى وفي الثانية كأنه آنس شيئا، فسأل هل جاءكم من أحد؟ وهذه فائدة عظيمة، متابعة الرجل لبيته وعدم يعني ترك المسألة للمرأة باعتبار أنه واثق فيها، وهل حصل ما حصل من فواحش ومن يعني طوام إلا بسبب هذه الثقة الغبية الجاهلة الحمقاء، حتى يترتب على هذا ما يترتب من المنكرات. لكن دقة متابعة الرجل لأهل البيت وعدم يعني ترك الحبل على الغالب وعدم الاعتماد على أن المرأة لا، المرأة ما شاء الله المرأة ضعيفة بفطرتها، أصل المرأة ضعيفة، لا بد أن تكون ضعيفة وضعيفة وناقصة، ناقصة في عقلها لا تحسن التصرف، وناقصة أيضا في دينها، وهذا لا يضرها إن شاء الله إذا كانت على صلاح، لكن هي ناقصة، فالذي يترك الشيء للناقص لا بد أنه أنقص منه، وإلا فالرجل لا ينبغي أن يعتمد على أن المرأة عفيفة والمرأة مدبرة والمرأة تعرف والمرأة بعشرة رجال، وهو المسكين يدخل ويخرج وما يدري ما الذي يحدث، وبالتالي قد يعني يضل الأولاد وقد يعني تضل المرأة نفسها، والرجل يعني آخر واحد يعلم. وكم رأينا من يعني تبعات لهذا. الواجب أن يكون الرجل يعرف بيته ولا يغتر مهما كانت امرأته من أتقى الناس، هذه يعني امرأته عظيم وشريف من عباد الله، ومع هذا آنس شيئا فسأل وينظر ويتأكد، وحتى في المرة يعني الثانية لما قال لها هذا أبي وإنه وأنت العتبة غير عتبة بابك أو أبقي عتبة بابك، انظر إلى طاعة الوالد والبر بالوالد. لكن لا يفهم من هذا أن هذا خاص بكل والد، ليس معنى هذا أن كل والد يقول لولد طلق امرأتك يقول والله أنت العتبة وأمرني أبوك أبويا أو أبي أن أطلقك، لا، بل هذا لما قال عمر لولدي طلق امرأتك ويعني تحرج ثم طلقها، أراد البعض أن يستدل بهذا، قيل له وهل كل أحد كعمر؟ وهل كل أحد كإبراهيم؟ إذا ليس يعني اتخذ هذا تكأة لبعض الآباء الذين لا دين عندهم إلا الهوى، وليس يعني لهم من يعني المعاني التي تجعل الولد لا يتردد في طاعته، وإلا فالأصل أن الوالد ليس له أن يأمر ولده أن يطلق امرأته، اللهم إلا أن يرى شيئا ظاهرا، كأن يراها غير عفيفة أو يراها تضر بدينه أو يراها غير دينة لا تصلي، هذه أشياء ظاهرة، سواء أمره الوالد أو غير الوالد واجب عليه أن يطلق من لا تصلي وأن يطلق من ليست عفيفة، ولا يصح أن يستلقيها. لكن إذا كانت الأمور ليست بهذا الظهور فليس كل والد كإبراهيم عليه السلام ولا يعني كعمر رضي الله عنه. ولهذا يعني
نجحت هذه المرأة الثانية فيما فشلت فيه المرأة الأولى، مع أن الحال واحد، الفرق بين من سخط فله السخط ومن رضي فله قرض الله. عاد إبراهيم طالع طريقته، ولاحظ أنه في المرتين لم يرى ولدا. انظر إلى التسليم واليقين، يعني جاء من الشام إلى الحجاز ما وجد ولد ورجع. قيل أنه كان يأتي بالبراق، والله أعلم يعني بهذا، أما أنه يأتي بالمواصلات المعتادة في هذا الزمان أيما كان، فإنه رجع مرة ومرتين وطال عهده بولده، ومع قوة العاطفة وهذا وحيده، ومع هذا هناك مقامات تجعل كان يوازن بين مطالب دينه ودعوته وبين يعني غير ذلك من المعاني الفطرية، إلى أن جاء مرة يعني أخرى فوافق إسماعيل يبري نبلا له تحت ذوحة قريبا من زمزم. لك أن تتخيل هذا اللقاء مع بعد العهد، الآن يرى الوالد الولد، ولهذا قال فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالولد. رجل وجد ابنه الوحيد بعد زمان طويل وقد شب وصار له يعني شاب. انظر كيف تكون المعانقة، وكيف تكون العواطف، كيف تكون يعني الرحمة، وكيف يكون الأنس، وكيف يكون السرور مع هذا، مع كل هذا أو هذا العلاق والتواصل. أول شيء يقول إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربك، ما قال وما أمرك، مباشرة اصنع. قال وتعينني، ما قال أعينك على إيه، اتفق، وإنما قال وأعينه وهو لا يبني. قال إن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى الكعبة. وعند ذلك يرفع إبراهيم القواعد من بيت إسماعيل، ربنا تقبل منا، حتى إذا ارتفع البناء جاء بالحجر، حجر هو مقام إبراهيم، إبراهيم يبني هو واقف، فلما ارتفع البناء جاء إسماعيل بالحجر مقام إبراهيم، فوقف إبراهيم عليه، وجعل إسماعيل يناوله، يعني بنيت يعني هذه الكعبة التي هي بيت الله سبحانه وتعالى. صارت قرأت فصارت ولاية البيت، فصارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل ثم لذريته من بعد، وانتشرت ذريته في الحجاز وتخرج، وكانوا على الإسلام دين إبراهيم وإسماعيل قرونا كثيرة، ولم يزالوا على ذلك حتى كان في آخر الدنيا نشأ فيهم عمرو بن لحي، فابتدع الشرك وغير دين إبراهيم، وتأتي قصته إن شاء الله. وأما إسحاق عليه السلام فإنه بالشام، وذريتهم بنو إسرائيل والروم. أما بنو إسرائيل فأبوهم يعقوب عليه السلام ابن إسحاق، ويعقوب هو إسرائيل. وأما الروم فأبوهم عيسو ابن إسحاق. ومما أكرم الله به إبراهيم عليه السلام أن الله لم يبعث بعده نبيا إلا من ذريته، كما قال تعالى وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، وكل الأنبياء والرسل من ذرية إسحاق. وأما إسماعيل فلم يبعث من ذريته إلا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلم يبعث من ذريته إلا نبينا محمد. عندك محمد؟ محمد عندي محمد. وأما إسماعيل فلم يبعث من ذريته إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بعثه الله إلى العالمين كافة، وكان من قبله من الأنبياء، كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، وفضله الله على جميع الأنبياء بأشياء غير ذلك. صارت ولاية البيت ومكة لإسماعيل ثم لذريته، بعد كثر الناس حول الحرم، وانتشرت ذرية إسماعيل من يعني العرب في الحجاز وكثروا، وكانوا على الإسلام الذي هو دين إبراهيم وإسماعيل قرونا، ولم يزالوا على ذلك حتى تأتي قصة عمرو بن لحي الذي ابتدع لهم الشرك. وأما إسحاق وهو ولد إبراهيم الأصغر فإنه بالشام، وإسحاق ولدته سارة بشرها يعني الله سبحانه وتعالى بإسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب جزاء على صبرها ويعني موقفها ويقينها وثقتها بالله. قالت يا ويلك أرد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا، إن هذا لشيء عجيب. قال وتعجبين من أمر الله،
رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وجاءت ذرية يعني إسحاق كلها يعني من الأنبياء، بنو إسرائيل والروم، بنو إسرائيل أبوهم يعقوب الذي هو إسرائيل، والروم أبوهم عيسو بالواو كما في اللسان والقاموس، عيسو ابن إسحاق. ومما أكرم الله به إبراهيم أن الله لم يبعث بعده نبيا إلا من ذريته، وهذا جزاء الخلة، والخلة بمعنى المحبة، عظيم المحبة من إبراهيم لربه. وأيضا ممكن أن تكون مأخوذة من الخلة، وذلك أن في قلب إبراهيم فراغ لا يسده إلا إنزاله الحاجة لربه سبحانه وتعالى، فكانت يعني فكان إبراهيم تعلق قلبه بربه سبحانه وتعالى، وعظم توكله ويقينه وأتم الكلمات وقام في المقامات. فمما كافأه الله عز وجل على ذلك أن قال وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. ثم تعجب أنه ما من نبي بعد إبراهيم إلا من ولده، ولم يولد إبراهيم إلا ولدان، ومن الناس من ولد له يعني 20 و30 و40، لكنها كثرة يعني لم تفي بما رزقه إبراهيم، ما رزق إلا يعني ولدان وعلى كبر، ثم إذا هو يعني لا يأتي الأنبياء إلا منه. أحدهما وهو الأصغر إسحاق جاء منه كل أنبياء بني إسرائيل، وأما إسماعيل فلم يبعث من ذريته إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا عجيب، انظر سبق إسحاق الأصغر وجاء كل الأنبياء من ذريته، وإسماعيل لم يأتي من ذريته شيء، ثم جاء من ذريته سيد الأنبياء. كأن الله ادخره لمحمد، وكأن الله ادخر محمدا له، فحسب إسماعيل كرامة أنه بعث من ذريته محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم الأنبياء كلهم الذين يعني بعثوا من ولد يعني إسحاق صلى الله عليهم أجمعين. وهذا يذكرنا بقول الشاعر: من لي بمثل سيرك المدلل، تمشي رويدا وتجي في الأول. في واحد صورة المتأخر هو في الحقيقة متقدم كهذه الأمة، نعم، تمشي رويدا وتجي، هذه نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، الرتبة الزمان نحن الآخرون، لكن السابقون نسبق الأمم كلها يوم القيامة، وهذا من عظيم يعني شرفنا. أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله كما قال النبي. كذلك إسماعيل عليه السلام لم يولد يعني من نسله نبي إلا آخر أنبياء وحسبه هذا، ولهذا يعني عرف الناس شرف إسماعيل وأنه الذبيح الذي تعلق به شغاف قلب أبيه، ويعني بانت بالابتلاء منزلته ومنزلة يعني الخليل، القصة المعروفة: إني أرى في المنام أني أسبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، إلى أن قال: فلما أسلم يعني استسلم الوالد واستسلم الولد، وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، مع أنه هو الذي رفع قواعد البيت مع أبيه إسماعيل صلى الله عليه وعلى نبينا، وهو الذي تحققت فيه دعوة أبيه، ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وكأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى لاحظوا هذه المعاني الشريفة، فادعوا أن الذبيح هو إسحاق، أرادوا أن يسلكوا شيئا من شرف يعني إسماعيل، لما وجدوا في مسألة إسحاق منه كل الأنبياء وإسماعيل منه محمد فقط، لكن إسماعيل شأنه عظيم، فقالوا الذبيح إسحاق. هو الصحيح يعني من الأدلة الكثيرة التي ضاق الوقت عن سردها، لكن هناك دليل لا يمكنك أن تنساه، دليل واحد ناهيك عنه في سورة الصافات، لأن القصة ظاهرة جدا في أن الذبيح هو يعني إسماعيل. لكن في قول الله تعالى لامرأة إبراهيم: بشرناه فبشرناه امرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، كيف يكون ذبيح وهو معلوم أنه مبشر به من قبل أن يأتي ومبشر بأنه سيأتي؟ وهذا خبر، خبر صدق، لا يتصور أن يكون إسحاق الذبيح وهو لابد أن يعيش حتى يعني ينجب يعقوب، وهذا ظاهر جدا مع ظهور أيضا آيات الصفات
أراد أهل الكتاب أن يسرقوا هذا المعنى ليس من إسماعيل فقط، من إسماعيل ومن العرب ومن أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في الحقيقة يعني الذبيح هو إسماعيل، وهذا من شرف إسماعيل وأعظم شرفه أن ادخر الله وادخر له محمدا صلى الله عليه وآله وسلم يأتي من نسله، فحسبه بذلك شرفا أن يكون سيد الأولين والآخرين بأبيه وأمي من نسله. وكان من قبله من الأنبياء كل نبي يبعث إلى قومه خاصة، ومنهم أنبياء بني إسرائيل بعثوا في بني إسرائيل، وفضله الله على جميع الأنبياء بأشياء غير ذلك، يعني غير أنه بعث للناس عامة، وأنه جعلت له الأرض مسجدا وتربتها طهورا، وأنه يعني نصر بالرعب مسيرة إلى آخر 120 خصيصة من خصائص نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يضيق الوقت عن ذكرها ونقف هنا ونكتفي. ما وجه له في حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو أنها تركت ذنبا على وجهه وعلى بابه؟ حرف امتناع الامتناع، يعني يقول لو أن أم إسماعيل تركت ماء زمزم حين ضربه جبريل فنبع من الأرض، لو تركته ولم تحوضه ولم يعني تحفر له ولم تحفل منه بحيث تجعله في حوض، لبقي زمزم على وجه الأرض يعني نهرا جاريا، وكان يعني أبرك من هذا، وكان أوسع ويعني أعجب في الآية وأعجب في الانتفاع به، ولهذا قالوا إنما تغير عن إلى هذه الحالة لأن دخلت في هذا البشر، لما دخلت في هذا البشر صار عينا يعني، وإلا لو ترك لفعل الله سبحانه وتعالى لكان عينا معين. هل سبب تسمية زمزم لهذا الاسم أن أم إسماعيل قالت زمزم حتى لا يجري الماء يعني ويصبح نهرا؟ وأعلم هذا من يعني كلام الناس وليس كله، ما أعلم في هذا يعني أثرا، ونحن نتكلم بالآثار، ومن المهم أن تلزم نفسك أن تتكلم بالآثار وتحرص على ما ثبت، وبعض ما يروى ولم يثبت فإنه يعني كأنه ما روي، يعني لا ينبغي أن نتعلق عنه، ولو علم الله تعالى مصلحة أو رسوله صلى الله عليه وسلم مصلحة في هذا يعني ما سر كذا وكذا فذكره لنا، فإذا سكت عن هذا فنحن نسكت. ما الذي يعنينا من زمزم؟ أنها ماء مبارك، وأنها طعام طعم وشفاء سقم، وأنها لما شربت له هذا يكفينا من الفضل، وأنها تكفي الإنسان يعيش عليها باليقين سنوات وليس يعني أيام دون طعام ولا شراب، ليس كالتي قالت وأما الماء فغلظه، يعني هذا الغلظ هذا سر يعني شرف هذا الماء. هل ينافي فعل أمنا هاجر من إحاطتها بماء زمزم الأخذ بالأسباب؟ وما الفرق بين الحرص والأخذ بالأسباب؟ هل ينافي فعلها الأخذ بالأسباب؟ لا لا ينافي، فعلها مباح على كل حال، ولذلك الله عز وجل لم ينكر عليها هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم ينكر قال يا رحم الله يدعو لها، لكن يقول لو أنها فعلت كان هذا أولى وأحسن، لكن بحرصها على ولدها ويعني خشيتها أن يعني لا يتجمع لها الماء ونحو ذلك فعلت هذا، هذا أمر مباح والأمر فيه واسع، ولا يقال إنها يعني قصرت في الأخذ بالأسباب، ولا يقال إنها تعلقت بالأسباب، وإنما شيء فعلته من المباح. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان الأولى بها لو تركته. أما الحرص فالحرص مذموم، الفرق بين الحرص والأخذ بالأسباب، الأخذ بالأسباب يعني أن الإنسان يفعل السبب الذي هو متعبد به، السبب المشروع، والأخذ بالأسباب جزء من معاني التوكل، من معاني التوكل الأخذ بالأسباب، ليس كما يفهم بعض الناس أن التوكل ينافي الأخذ بالأسباب، فالجماعة الدرويش يعني يقول لك خليك بركة، بركة يعني امشي ولا تتعلق بشيء، يذهب فيحج ولا يأخذ معه الزاد، وهؤلاء متوكلون وليسوا متوكلين، وإنما يعني الأخذ بالأسباب معتبر، لكن وجه الخطأ في الأسباب هو التعلق بالأسباب، أن يكون القلب متعلقا بالسبب، هذا وجه الخطأ. أما إذا كانت الأسباب عمل الجوارح هذا الله تعالى يؤكد، كما قال لمريم هزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جني، ولو شاء يعني أنزل الرطب غير هزل، ماذا تفعل امرأة ماخط
يعني في آخر حملها مع نخلة، نحن نستطيع أن نهز النخلة، وهذه المرة تهزها لا لأنها لمجرد السبب. أنا أذكر أن الله قال لمريم: هزي إليك الجزع يساقط في الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. هذا تعليم. ومن ذلك أيضا فعل هاجر يعني سعيها لأخذ الأسباب. فالأخذ بالأسباب من معنى التوكل، على أن تكون الأسباب محلها الجوارح والتوكل محله القلب. وأما الحرص فهو مبالغة في الأسباب بحيث يخدش معنى التوكل القلب. فالحريص يعني متعلق، عنده نوع تعلق بالسبب، وهذا لا شك مذكور. لماذا لم يذكر المصنف قصة الذبح؟ المصنف يختصر كما أننا نختصر، لا هو عارف يعني استطاع أن يختصر الاختصار، ولا نحن أيضا في الشرح، لأن هذه معاني تتغاضب. هو يريد أن يدخل في موضوع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أصلا يلخص كتاب ابن هشام، وهذا كله ليس في كتاب ابن هشام، هذه المقدمة يعني ليست في كتاب ابن هشام، فهذا ليس على شرط. فلا تقول له لماذا لم تذكر ما ليس من شرط. هو قال بعض ما يتعلق بالخليل صلى الله عليه وآله وسلم. هل لم يكن الحجاب مأمورا به في هذا الوقت، ولذلك عرف وحسن سارة؟ هذا هو الظاهر، أنه لم يكن اللقاء يعني مأمورا به في ذلك الوقت، ولا في أول الإسلام في زمان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، حتى نزلت آية الحجاب في السنة السادسة، وكانوا قبل ذلك يعني يرون وجوه النساء. وهذا ليس معناه عدم العفاف، ورؤية الوجه مع يعني الانضباط والتستر والحشمة ويعني معاد المروءة ونحو ذلك، هو الذي كان قبل، ثم زيد يعني بتغطية الوجه بأصح قولي العلماء بعد نزول آية الأحزاب في السنة السادسة. هل يسمى الرجل ابنه على اسم أبيه إذا كان والده يطلب منه ذلك، أم على ما يقع في قلبه من نية في تسمية الولد؟ جزء من النية أن الإنسان ينوي بر أبيه، ومن ذلك إذا يعني طلب الولد منه أن يسمي الولد باسم أبيه، هذا لا بأس به، بشرط أن يكون الاسم يعني مناسبا، واحدة اسمه فرجاني مثلا، ولا أي في أسماء، والولد يرى أن هذا الرجل يرى أن هذا قد يجعل الولد في حرج في عصر كهذا، بعض الأسماء التي ليس لها معنى أو لها معنى حرف قبيح أو نحو ذلك، والوالد يقول إما تسمي الولد على اسمه. فإذا كان الأمر كذلك فلو أمكن التلطف مع الوالد، يقول لو ما رأيك لو سميناه باسم النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيك؟ يقول لا، النبي أحسن صلى الله عليه وسلم، إذا هو تخلص بحسن تخلص. أما يعني لو أن الوالد اسمه من الأسماء التي لا بأس بها، وشعر أو شعرت أن أباك يحب ذلك، فنيتك هنا إكرام أبي وطاعته، والأمر في هذا واسع، ومساحة التحرك تحتاج إلى نوع يعني من الحكمة وحسن التأتي. هل هذه المقدمة كلها من كلام شيخ الإسلام ابن عبد الوهاب، أم فيها شيء من التعديل من المحقق؟ لا، هو في بعض النسخ كما رأيت في التحقيق الذي عندك، في بعض النسخ غير موجودة، وفي بعض النسخ موجودة، وفي النسخ المطبوعة في يعني السعودية بإشراف يعني جماعة ممن يعني بعضهم ينتسب إلى أسرة الشيخ وكذا، وجدوا في بعض الأصول هذه المقدمة. فهذه المقدمة من كلام الشيخ رحمه الله تعالى، وليست من وضع المحقق. متزوجة ولها بنتان حملت، وقال الأطباء إني مصابة بفيروس يسقط الجنين، وخيروني بين ثلاثة أمور: إما أن نجهضه وهو ابن 40، أو نتركه حتى الخامس ثم يموت ثم نجهضه، أو نتركه حتى يتم التاسع إذا أتمه وسيكون مشروعا. اخترت الاختيار الأول، هل علي من إثم فيما فعلت؟ وما هي المدة التي أصلي بعدها بعد هذا الإمام؟ ابن 40، ابن 40 هو في مرحلة النطفة، واختلف أهل العلم هل يسقط يعني وهو في هذه المرحلة أو لا يسقط. بعض أهل العلم قال أن الأمر مباح يعني إنزاله وهو في هذه في هذا الطول يعني 40 يوما، قالوا يباح، لكن قالوا يعني هو بين التحريم والكراهة، والبعض يقول هذا محرم، والذي قال يعني يفعل هذا قال على الكراهة.
فهو إما يعني مكروه وإما محرم بشرط أن يكون في طور النطفة، لأنه بعد ما زال نطفة، وإن كان الراجح عدم زال في جميع الأحوال، لكن لو أنها أنزلته في طور النطفة أسبوعين وثلاثة وأربعة إلى يعني خمسة أسابيع وأربعين يوم ونحو ذلك، فقد يكون يعني لها سلف من أهل العلم. أما تركه إلى الخامس ثم يموت ثم نزهده أو نتركه إلى أن يشوه، فقد تواتر بالأخبار الكثيرة التي عند كل الناس أن الأطباء يعني كثيرا ما يخطئون، هم ليسوا معصومين، يرون الشيء ويقولونه ويعني ثم لا يكون ذلك، وكم رأينا هذا يعني كثيرا. والأحسن من هذا أن تنزل حاجتها بالله، والله سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل ولد غير مشوه ولا شيء منها. والشيخ العثيمين حكى في يعني بعض كتبه ويبحث هذه المسألة أن يعني جاءته امرأة وقيل لها إن الولد مشوه مشوه لا بد أن يعني يسقط، فأبت وتوكلت على الله، وهذا الولد من أندل أولادها وأحسنهم وقد عاش وصار له شأن. وأنا أعرف هذا أيضا يعني في كثير من إخواننا ممن قيل لهم الولد مشوه فثبتوا وصبروا وأنزلوا حاجتهم بالله وطلع لهم مشوه ولا شيء. وجدت بعض من فعل هذا واتفق لي بعض هذه الأشياء، وجاء الطبيب ولما ولد الولد لما رأى الولد يعني سليما زعلان الطبيب، لايب مزوره وعمال يقيس وازاي احنا قلنا مشوه طيب هنعمل ايه يا خلاص الولد ممتاز الحمد لله. هذا يدلك على يعني والله يعلم وانتم لا تعلمون. فانا انصح هذه الاخت بان يعني لا تتمشى مع هذا الكلام، وانما تنزل حاجتها الى خصوصا اذا كان دخل في مرحله العلاقه المضره، هذا يعني إذا نفخت فيه الروح فإنه يحرم في جميع الأحوال، وكونه ينزل مشوها حتى لو نزل مشوها ليس لك إلا هذا، ويكون هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. أما قضيته حتى لا ينزل مشوها فإننا نوقظه، هذا يعني لا يليق، لأن السليم المعافى ممكن أن يصبح قدر مشوها هو عايش، أليس كذلك؟ فلماذا يعني نخالف ما يليق من التوقف؟ قدر الكلام الذي يبطل الصلاة، أليس تكلم الناس مرددين خلف الدعاء في الفجر في بعض المساجد نشهد الله كلام يبطل الصلاة؟ لا، الكلام الذي يبطل الصلاة الذي يكون خارج الصلاة، كأن تكون تصلي وواحد مثلا سألك أين فلان فقلت له ذهب إلى السوق، هذا يبطل الصلاة لأن هذا كلام خارج الصلاة. لكن الكلام الذي يقول الإنسان في الصلاة مما يراه دعاء لقول الناس يعني نشهد حقا يا الله، هذا لا يبطل الصلاة، لكنه بدعة على كل حال. ليس معنى هذا أن هذا حسن، ولا شك أنه من اختراع العامة ومن اختراع بعض العامة، هذا لا ترى إلا في بلادنا وإلا في غيرنا. لو ذهبت الدنيا كلها ما تجد أحد يقول حقا نشهد يا الله إلا يعني، أو يكون أخ واحد مصري هناك يعني نقل القضية. نعم، لا شك أن هذا من البدع، وكلام أهل العلم في هذا أنه إذا كان دعاء نقول آمين اللهم اهدنا فيمن هديت امين وهكذا. فاذا جاء الثناء انه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت الا ان نسكت ونتامل في هذه المعاني او نجريها على انفسنا، يعني لا تقول امين انه لا يذل وانه لا يشفع، ما ينفعش تقول امين، ولا ينفع تقول نشهد حقا يا الله، لان واحد ثاني يقول طب انا اقول حقا ونشهد، ايه رايك؟ تبقى المساله كل واحد يقول معاملات اختراع من أول السكوت وعدم يعني قول نشهد حقا يا الله، وإنما عند الدعاء يعني نسكت في هذا الموطن، موطن ثناء نتأمل هذه المعاني بقلوبنا. إذا كان هذا في دعاء قنوت الوتر وهو محله فهذا حسن وهذا من السنة، وإذا كان في قنوت الفجر فالسنة ألا قنوت في الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر ويعني عثمان وعليا لم يقنت أحد منهم في الفجر، ولا هذا يعني قال به أحد من أهل العلم إلا يعني قول الشافعي وخلاف جماهير أهل العلم، ونحن متعبدون بالدليل، فالأولى يعني أن لا يقنت في الفجر. لكن لو أن أحدا قالت في الفجر فإنه قال كلاما قال به بعض أهل العلم فندعو معه ونقول آمين إلى أن يتسنى نصح الناس، ونقول الأولى ألا نفعل. الحائض والجنب لهم قراءة القرآن ونص المصحف والمكث في المسجد. أما الحائض والجنب وكذلك النفساء
لا تصح الأدلة التي تمنع هؤلاء جميعا من قراءة القرآن، وإن كان الأمر في شأن الجنوب أشد، لأن الجنوب يستطيع أن يقوم يزيل الجنب لأن يغتسل، فهو لا شك أنه تشتد القراءة مع الجنوب، لماذا لا تقوم الآن وتغتسل وزالة الجنب؟ أما الحائض فإن يعني فإن الحدث يبقى أياما، والنفثاء قد يبقى يعني 40 يوما، فالأمر في شأن القراءة واسع من الجميع مع اشتداد الكراهة من الجهد. وأما مس المصحف فقد نقل الشوكاني الإجماع على حرمة مس المصحف، فإذا كان الأمر كذلك فإنه لا ينبغي مس المصحف، وإنما إذا احتاجت الحائض أو النفثاء إلى القراءة من المصحف كأن تكون غير حافظة فلا بأس على أن يكون بحائل، يعني تلبس الكفوف جوانتي أو نحو ذلك، أو تحرك الصفحات وقلم أو عود أو نحو ذلك، لكن المس دون حائل هذا الذي يعني لا ينبغي. وأما المكث في المسجد فإن فيه قولين من أهل العلم، من أهل العلم من يرى عدم جواز المكث في المسجد، أما النصوص من السنة فغير صحيحة، لا أحل المسجد الجنوب ولا حار لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أقوى ما استدلوا به الآية، آية النساء: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيلا حتى تغتسلوا، على قول بعض أهل العلم ولا جنبا يعني لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم اللي هي المساجد وأنتم جنب حتى تغتسلوا، ففهموا من هذا أنه لا يجوز المكث في المسجد للجنب. والقول الثاني وهو الراجح إن شاء الله أن الكلام على ظهير من تقدير يعني مضر، أن المقصود لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا، يعني ولا تقربوا الصلاة وأنتم جنب حتى تغتسل، وهذا الظاهر لا تصلي لا تصلي وأنت جنب إلا أن تغتسل. وأما قالوا إلا عابري سبيل هذا في إشارة إلى المسافر ونحوه لا يجد ماء فإنه يعني يتيمم ويصلي في المسجد بتيممه، ويشهد بهذا تتمة الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فالظاهر من الآية يعني ليست دليلا في منع من المكث في المسجد، وأيضا الأحاديث ليست يعني دليلا، وهذا مذهب الأحناف الحنابلة، والأمر في هذا واسع إن شاء الله. فإذا جاءت المرأة الحائض إلى المسجد وهي يعني تريد من هذا سماع درس علم أو نحو ذلك، وقد تحفظت وتأدبت بأدب المسجد خصوصا عند الصلاة، لا ترفع صوتها ولا يعني تشغل الناس ولا يكون معها أولاد تشوش على المسجد ونحو ذلك، حينئذ الأمر واسع ما دام هناك فائدة. فإذا لم تكن فائدة فإنه لا داعي لبقاء لا الجنب ولا حتى غير المحدث ولا حتى المحدث حدث غصبا، لأن البقاء في المسجد يعني كما في الحديث: والملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، يعني مكانه الذي صلى في المسجد، ما تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه، فالمحدث ممنوع من صلاة الملائكة عليه، فإما أن تكون يعني على كامل الطهارة، وإما أن تكون إلا أن يكون هناك مصلحة في درس علم ونحو ذلك لنحو الحائض والنفساء، فالأمر واسع في أصح قولي العلماء إن شاء الله. لا أرى أن هذا من السنة، مسألة بعض الإخوة يقول: نسألك أن تدعو لنا بالشفاء التام لأن نبي كذا وكذا، وأن تأمر الناس أن يعني يؤمنوا على الدعاء، لأن هذا لم يكن يعني معهودا في زمان السلف، ولو أن أحدا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفعل هذا فلخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يعني انتهت المسألة، والله سبحانه وتعالى يجيب دعاء، لكن غير الأنبياء لم يكن هذا من عادة السلف. لكن الأمر فيه سعة، أن رجل يقول لرجل يعني أدعو الله لنا، لكن قضية أن يؤتى في درس عام ويقال ادعو لي فإن عندي مرض كذا واجعل الحاضرين يؤمنون، طيب أليس نصف الحاضرين أو 43 أصحاب ابتلاءات؟ إذا يصبح الدرس الذي بعده كله أدعية، وما عندنا وقت للأسئلة ونحو ذلك، فنحن يعني نكتفي بالدعاء العام، نحن جميعا يعني ندعو الجميع والمعافاة والشفاء ونحو ذلك. وأما صاحب البلاء فإنه أقصر من هذا وأقرب أن يصدق في لجوءه إلى الله وإنزال حاجته بالله، وإذا تم توكله فإنه لن يرى يعني
يعني احدا من البشر. فان بعض الناس يبالغ في هذه المساله كالعامه الذي يقول ادعو لي فان نفسك طاهر. مش عرفك النفس طاهر، المساله وقدر استمراريه. فخليك انت على يعني بينك وبين ربك، والله سبحانه وتعالى قريب. فاذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني، فليؤمنوا بي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذا هو الشيخ ان شاء الله. نخاف من البول بعد الوضوء في يوم الجمعه، يجب علي وضوء الجمعه، وضوء عند دخول المسجد، وضوء عند الاقامه. لا، اذا تكرر هذا وصار عنده ثلاث نوم في الجمعه وغير الجمعه يتوضا فقط لكل الصلاه ولا يفكر. لكن كثيرا ما يحدث الوسواس بسبب هذا، فتجد الانسان يعني شاغل نفسه بطريقه فوق المطلوب، وبالتالي العلاج انه اذا يعني خرج منه البول وغسل المكان لا باس ان يعني ينضح الثوب، حتى اذا جاء الشيطان وقال له في شيء نزل تقول له لا، ده انا رشيت الميه وما عليك، قال لو اي شيء نزل ما عليك. هذا يعني كنوع من العلاج. أو لما بيصلى عمله في هذا نزل، لا ما فيش، طب اسمع كده، طب شو، طب اخرج، الشيطان يتلاعب بك، وهذا يؤدي للجمود، فإياك والوسواس.